بارك سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الاتفاقية الموقعة بين الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدولة الإمارات العربية المتحدة، والرامية إلى تحقيق التعاون البناء في مجال العمل الإنساني وتأهيل الأطفال الذين يعانون من التوحد. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن الاتفاقية الموقعة بين الجانبين تمثل شكلا مهما من أشكال التعاون البناء بين البلدين في مختلف المجالات، والتي تتوافق مع توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله ورعاه. وقال سموه إن العلاقات البحرينية الإماراتية تشهد تطورا ملحوظا في مختلف المجالات خاصة في الجانب الرياضي، ونحن حريصون على تسخير الرياضة للعمل الإنساني والمساهمة الفاعلة في تأهيل وعلاج الأطفال الذين يعانون من التوحد من خلال رياضات الخيل الأمر، الذي يساهم في إيجاد تعاون بناء وقوي يساند هذه الفئة العزيزة على قلوبنا جميعا، ويمهد الطريق إلى خلق بيئة متميزة وصحية وفاعلة لعلاج الأطفال الذين يعانون من التوحد. من جانبه أعرب سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عن تقديره للقائمين على الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة بمملكة البحرين، ورحب سموه بإبرام مذكرة التفاهم المشتركة بين المؤسسة والاتحاد، مشيدا بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين. وكان الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة قد وقع اتفاقية التعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، حيث وقع الاتفاقية من جانب الاتحاد الملكي سمو الشيخ عيسى بن عبد الله آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، ومن جانب مؤسسة زايد العليا سعادة عبد الله عبد العالي الحميدان أمين عام المؤسسة. من جانبه قال سمو الشيخ عيسى بن عبد الله آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة إن الاتفاقية تمثل تأكيدا لتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في التعاون مع مختلف المؤسسات في دولة الإمارات لتقوية أواصر التعاون بين البلدين. وفي نفس الإطار أعرب سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات لدى مملكة البحرين عن بالغ سعادته بمشاركته في توقيع الاتفاقية التي تؤكد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين. من جانبه أكد سعادة الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى دولة الإمارات أن رياضة الفروسية في مملكة البحرين ودولة الإمارات شهدت طفرات نوعية في الفترة الماضية، وأن هذه الاتفاقية ستساهم بمواصلة الارتقاء برياضة الفروسية خصوصا في الجانب الإنساني. بما يتوافق مع رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وبمباركة تاريخية من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم. وفي ظل التعاون المشترك بين مملكة البحرين ودولة الإمارات الشقيقة، تحول الحلم إلى واقع لصناعة الأمل لأصحاب الهمم الذين يعانون من التوحد، وتأكيدا على دور سموه البارز في الدعم المتواصل لرياضة الفروسية في المملكة عبر توقيع اتفاقية تاريخية بين الاتحاد الملكي ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لتعليم الأطفال الذين يعانون من التوحد من خلال رياضة ركوب الخيل. روابط تاريخية وأخوية وثيقة تزداد قوة وصلابة يوما بعد يوم بين مملكتنا الغالية
ودولة الإمارات الشقيقة، حتى وضعت الخطوط العريضة بتوقيع الاتفاقية التي ستفتح آمالاً كبيرة في تأهيل وتشجيع الأطفال الذين يعانون من التوحد بأكبر قدر من المتعة، وصناعة الأمل ليتخطى الأطفال هذه المراحل بنجاح للتغلب على الظروف والصعوبات التي يواجهها كل فرد. حمل الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على عاتقها مسؤولية اجتماعية وإنسانية لتأكيد الدعم الكامل للأطفال وتسخير رياضة الخيل للخدمة الإنسانية، بعد أن كان الاتحاد الملكي سباقاً بتدشين برنامج خاص لأطفال التوحد وإقامة حصص تدريبية مستمرة وفعالة شهدت مشاركة جيدة. إن الدور البارز الذي يقوم به سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في مجال الاهتمام بالخيل في مملكة البحرين يساهم في الارتقاء بهذه الرياضة والمحافظة عليها بعد أن أصبحت جزءاً أصيلاً من تاريخها العريق. والأمر لا يختلف في دولة الإمارات العربية المتحدة الحريصة كل الحرص على تطوير منظومة التعاون والتلاقي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في مجال رياضات الخيل ورعايتها. سيكون التعاون بين الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تجربة جديدة وفريدة من نوعها ومهمة لكلا الدولتين، وسيمهد الطريق إلى بناء قوة وتحالف رياضي وخاصة رياضات الخيل، وسيسهم في الارتقاء بمنظومة الخيل في كلا البلدين. نبارك للشعبين الشقيقين هذا الاتفاق، ونتمنى أن يتضاعف نجاحنا ونجني ثمرات تلك الروح الأخوية تطوراً ونجاحاً وسعياً للأفضل.